صعيبة البلاد ديالنا بالتلج والطريق مقطوع، كلشي مقطوع، ما كاين لا طريق لا مدرسة لا المواصلات لا حتى حاجة. بحالنا بحال هاد الحيوان، ما فرقنا شيء ما بيناتنا والو، منسيين منسيين. خصني نوض مع 3 د الصباح ونمشي على رجلي حتى المغراوة، وعاوتاني خصني نخرج من تما مع 2 نوصل بالليل عاوتاني. كنباتو في الخلع عاد نوصلو على 4 ايام ولا على 3 ايام. هو مات لهيه وانا كنموت هنايا. سيمانه هو تمايا ميت، سيمانه هو تما ميت، حيت سيمانه في التلج راه 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 تا ما راهش، راه محنا محنا. واش هاد الناس ماشي مغاربه؟ لو كان كانت عند المدرسه كنا قرينا ولادنا. راه ما بقات لنا عيشه حنا بعد في هاد البلاد، ما بقات لنا عيشه. راكو عارفين الموت، الموت صعيبة، كيموتو الناس في الديور على فراشهم. مايا أنا اللي جرى لي ما جرى حتى لحد، اللي صار لي ما صار حتى لحد، ودي سيمانة وهو تما تحت الجرف قتلو تما البرد والتلج. هو مات لهيه وأنا كنموت هنايا، كان دخل نبكي، كان خارج نبكي، يا ربي كان يقول يا ربي جبري لي ولدي في فراه ولدي. سيمانة هو تمايا ميت، سيمانة هو تما ميت، هو مات تمايا وانا كان موت هنايا. كيمشي كيسلح كيروح كيمشي بشي كيفتو كيروح في العشية. صافي صافي قلت ولدي ما كاينش، منين ما الوعد صافي قلت ولدي البرد قتلو البرد ولدي. نهار مشى سبحنا مشى خوه يقلبه والو ما لقاه، كانت الثلج والعجاج والبرد. نهار الاثنين طلعوا معاه ولاد القبيله ديالي ضادين تمايا كيقلبوا حتى هما بغاو يموتوا تمايا، ما جبروا حد. ايوا وعيتوا للسلطه والقبيله ديال لك بخيركم ولا عشر خلفاتكم، مشاو خلوه وجبروه تما، ولاد القبيله ديالي جبروه تمايا ميت. ما عنده لا تليفون لا والو. 30 عام عنده لا كارت، كان يقول نزوج له هذا العام هربي زوجي ان شاء الله. ها حنا مكرفسين دابا كانت على سيدي، كانت عليه يعفو عليا منايا ويعاوني، وكنت بالخير جماعه ولا القبيله والجماعه والسلطه اللي جات هنايا منين جبروا لي ولدي ودوه لي. دابا انا ما بقاتليش العيشه هنايا. دابا ذاك الولد اللي كيخدم عليا هو اللي راه بيا، دابا مات مشى. خويا هذا المرحوم اللي مات، خويا بعلي حميد الله يرحمه، راه خويا مشى نهار السبت الكسيبه، وفي العشيه بقينا نعاينو ما روح له ولا كسيبه. نهار الحد مشينا كنقلبوا والو ما لقيناش، ونهار الاثنين عاود مشاو معايا الدراري عاود كنقلبوا والو ما لقيناش، وطحت لهم انا في الثلج مشيت نموت. صافي شدتني السخفه حتى صابوني طايح، ونقدوني لواحد الدوار لجهه بركي، ولا غداين عاود جين جابوني ولقينا القبيله من هاد الجماعه ولاد الدوار عاود جاو ودلينا عاود كنقلبوا والو. نهار الاربعاء عاود مشينا نقلبوا والو، ونهار الخميس جات السلطه
جاو الجدرمية جاو البومبية جاو والو ما بان شيء. ونهار الجمعة جات الطيارة ونادت القبيلة كاملة والو. نهار السبت عاود مشينا حنا والمخزن والطيارة عاود وهما رجعوا حنا في العشية لقيناه لقاوه ولا الدوار ولا غداين في الحد الفنان الله يرحمه مسكين. الحالة ديالو ما فيها ما غير اللي شاف فيه كيطيح الله غير اللي شاف داك الشيء في داك المنظر هذاك كيطيح صافي كيطيح. وحنا صافي حنا كل شيء تشدينا هنا بالسنه هنا في الدار حتى واحد ما بقى على حاله ولا على صافي كل شيء مرضنا كل شيء حنا في البلاصه واحد 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 الحاله ما تشوف واحد الحاله مصيبه تحت علينا. لكن سيبي تكركب شي كيلومتر شافي هذا شي يموت غير سيدي ربي تولوا العمر. حنا لو كان ماتنا في الدار ولكن حنا بقى فينا الحال راه بقى الحال في المغرب كامل على هذه الحاله على هذا الموت ديالو اللي دار وهذه الحال. سيمانه في الثلج حيت سيمانه في الثلج راه تماره راه محنا راه ما بقات لنا عيشه حنا بعد في هذه البلاد ما بقات لنا عيشه. جا الشيخ المقدم ديك السيمانه معنا الاخر جا سعاده القائد جا رئيس الدائره جا السيد العامل حتى لهنا للدار وجا نهار مات. الله يكثر خيره. جا نهار مات مسكين ووقفوا حتى دفناه ودابا الله ينصر سيدنا على هاد على هاد على لهج. وكنطلبوا منه كنطلبوا من سيدنا يعفو علينا من هاد من هاد من هاد البلاد هادي. هاد البلاد هادي صعيبه ما كاين لا طريق لا مدرسه لا المواصلات لا حتى حاجه لا بلاد فاش نعيشوا لا كنعيشوا غير في هاد الكسيبه. دابا ها هي مشات الكسيبه ما بقات لا كسيبه لا اللي يسرح ينود معها والو كلشي مشى. وانتو والحاله ديال البلاد انتو ما كتشوفوا فيه المدارس بغاو يطيحوا على التلاميذ اي واش من حال ما بقات لنا عيشه هنايا. رحنا في تمارة في هاد البلاد لا حنين لا رحيم. رحنا محصولين في الثلج الكسيبه كيجوعوا هنايا الثلج البرد مقطوعين ما كانش اللي يغيثنا غير باش الكسيبه بشي حاجه الكسيبه مره مزيانين مره عيانين شي مرات كيكون البيع شي مرات ما كيكونش البيع. المدارس بعادين حنا الا جينا جبنا شويه ديال العدف لهنايا كيخرجنا لهنا غالي كيخرجنا لهنا غالي ما والو المواصلات ما عندناش. حنا منسيين في هاد البلاد مع لحنين الله رحيم. الا مشينا لتازا بعيد الحال الا مشينا لرباط الخير بعيد الحال غير نوصلوا رباط الخير كيسردونا للصفر غير نوصلوا للصفر وكيسردونا للفاس اللي ما عنده الماده باش يوصل. شي مرات كيكونوا شي مرات مره كيغابوا مره كيحضروا المريض كيتمحن ها حنا في السماء هاد الجبال الله يحسن عون اللي كيكون فيهم. المشي العلفي الا جبناه كيخرج غالي الثلج غير كاين كيضرب ما حتى واحد ما ينجم يخرج حتى واحد ما ينجم يوصل حتى لشي بلاصه. في واحد الوقت شداتني الثلج مع الكسيبه في شي عزيب منين تقاد نموت. انا جيت للدار ومحني شتا قريب نموت عاد وصلت للدار ما كنهضرش كاع لا حنين الله رحيم. حنا منسيين في هاد البلاد ماتوا شي عيالات في واحد الوقت في واحد البلاصه كيقولوا له باب دلالي الماء مقعدن ماتوا في الخيام شي ثلاثه العيالات هادي من واحد المده هادي حتى واحد ما سول فيهم. حنا بحال ها حنا هنايا بحال حنا بحال هاد الطيور هادي اللي كيمشيو في السماء كل مره وفين كيباتوا. رحنا تالفين رحنا منسيين العيون ما مصاوبين عندنا حنا منسيين. نقول لهم حنا ما عندنا المدارس بعادين ما عندنا واحد البلاصه كيقولوا لي يا صغلي شي عشرات الديور كنطلبوا الطريق والو ما عندنا لا طريق لا دير لا المدرسه لا والو. كنكونوا بحال هاد الطيور في الغابه بحال هاد الحيوان في الغابه بحال هاد الحيوان ما فرقنا شيء ما بيناتنا والو. منسيين 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 ما عندنا حتى شي قيمه مع الشعب. ولكن نطلبوا الله سيادنا
الله ينصر سيدنا، يناظر في هذه البلاد ويشوف الحال ديالنا، يشوف شنو كيوقع هنايا. الله ينصر سيدنا. دابا حنا المهنه ديالنا هي الكسيبه، هي تسرحه، حيت ما مجبرناش الجديد، ما عندنا المدرسه هنا باش نقراو باش يكون عندنا الدبلوم. باش انا دابا كنمشي نخدم كيطلبوا عليا الدبلوم، مشيت من هنا حتى للدخله 3 المرات كنخسر 18000 ريال 20000 ريال في المركوب كنوصل، سوا لا تخدم بالبلا والفاس. ما باش تخدم في شي حاجه ولا هذا كيطلبوا عليك الدبلوم، كيقول لك واش عندك الباك، واش عندك السيزيام، واش عندك الثامنة على أقل، واش عندك المهم شي ديبلوم. من غير هاد الشيء ما كاين والو، سوا إلا تجي تسرح أو لا تخدم بالبالا والفاس بحال ما كان. حتى الخدمة ما عندناش هنا فاش غادي نخدمو، ما كاين لا الطريق، لا الطريق تخدم فيها، لا البحاير دير شي حاجة، لا غير تسرح. وما عندناش هنا المدارس باش غادي يقراو الدراري ولا شي حاجة. دابا إلا اللي عنده الأولاد مات بحال هاد السيد هذا مجوج عنده الأولاد، خصو يكري في هرمو باش يقري ولادو، وما عنده اللي غادي يسكن تما ولا اللي غادي يقابل معاه الكسيبه. صافي حنا غير ديما مع الكسيبه، في الصباح تنسرحوا في العشيه تنروحوا، وما عندناش حتى القوه، ما عندناش الضو باش نصوبوا الدوش ولا نشوفوا غير الاخبار. دابا مثلا غير الثلج الى الشتاء الى كانت، ما عندنا فاش غادي نتفرجوا باش نشوفوا الشتاء، فهمتي؟ غير اللي داير التليفون عادي وصافي. وما باش تكون عندنا التلفازه نشوفوا الثلج، نشوفوا شنو كيوقع عند الناس وهذا، نشوفوا ما عندناش داكشي، حتى الضو ما عندناش. من سيمانه لسيمانه كنجيبوا جوج بوطات، دايرين هنا 250، حتى الطريق ما عندناش. دابا الا بغيت نمشي انا لتازا خصني نمشي من هنا من هنا لتازا، على جهه من هنا حتى المغراوه. ترونسبور ما كاينش، 31 كيلومتر من هنا على المغراوه على رجلي، ومن هنا لتازا 87 كيلومتر. والله الا كنمشي ولا بغينا نتسوقوا، دابا ما بقاش السوق كيعمر عندنا هنا، الناس خوات رحلات وسميتو، والسوق دابا ولا عندنا في مغراوه. خصني نوض مع 3 الصباح ونمشي على رجلي حتى المغراوه، وعاوتاني خصني نخرج من تما مع جوج نوصل بالليل عاوتاني. خصني العشاء نكون هنا، هذا هو لك، هذه هي حرفنا، ما لقيناش البديل. هذا السيد اللي مات مسكين الله يوليه برحمه الله، كانت عنده الكسيبه في الجبل الفوق، كنعرفو هنا ديما في السوق، كنعرف الوالده ديالو. وفاش طلع للجبل نهار السبت، طلع للجبل باش يجيب الكسيبه، شاف الشتا وهذا، صافي شداتو تما الشتا حيت داك الجبل عالي، صافي شداتو تما الشتا هو والكسيبه ديالو تما، توفى مسكين الله يوليه برحمه الله. لا كان واحد العسكري قبل منه، كان واحد العسكري جا من الجهه ديال البركين، ركب على ديك البلاصه نيت شتي فين توفى دابا هذا المرحوم هذا، تما توفى عاوتاني شي 20 يوم هو تما، حيت كان عنده وقيله في سميتو في برمسيون، كانت عنده 24 يوم تصفتوا عليها من القشله، ومشاو كيقلبوا تما عاوتاني شي سيمانه وهما كيقلبوا عليه، عاود جبروه تما مسكين مات بالثلج. ولا حول ولا قوه الا بالله، كلنا مهدرين. انت غير دابا غير الطريق، غير الطريق ما عندناش باش ندخل للدار للديور لتحت، وباش تكون عندنا الطريق مسرحه وكل شيء نجيبوه في الوقت، كل شيء كيبقى هكا. ما عندنا لا الطريق باش ندخلوا العلف ولا نجيبوا الطحين ديالنا، نجيبوا الموائد الغذائيه قبل الشتاء، كل شيء كنجيبوه في الشتاء. المهم احنا المهنه ديالنا هو تسرحه، ما عندناش المدارس باش نقراو باش يكون عندنا شي حاجه ديال المهم، كما كان الا قريتي كما كنستافد شي حاجه، ولكن ما عندناش المدارس. الا بغيتي تقرا خصك تهود لتازا ولا الهرمو، ولا خصك تكون عندك السكنه تما، خصك. هذا هو اللي كاين. من ايام هو غايب والناس كيدربوا تماره معاهم، مع داك الجبل والثلج وعراء بالثلج والجروف، عاد صابوه غير من هنا الفوق، عاد جاء، عاد عيتوا للمخزن اللي جاو، عاد مشاو تما، لا ما شفتوا شيء. كان عرفوا ولا اني انا ما طلعتش، ما رقدتش نطلع لديك الجبل. صعيبه البلاد ديالنا بالثلج والطريق مقطوع، كل شيء مقطوع، ولا اني كذا كنضربوا تمره في هذه البلاد. دابا شي عام كنهبطوا لجهه كرسيف، شي عام كنبقاو هنا، ولا اني البلاد صعيبه مقطوعه بالثلج، بالطريق بالثلج، كل شيء صعيبه وعره، كانت كرفسوا بزاف. دابا احنا غاديين هاربين بالثلج، وهاني لا مشان رحيل البارح في الحديد، احنا كنمشي دابا على الرجل، كنباتوا في الخلا عاد نمشيو،
على 4 أيام ولا على 6 أيام كان هربوا من التلج. كرفسان غواد فريتشات خافنا نديك الشوط نختيوالنا هيا نغنطرحا لمليو جلويا نغواد فيه نشسيت ندختيوالنا ختيوالنا واعطيك الشوط نختيوالنا غاش نشسي نصوتو تنسي نتايا نغواد فيه كان حطب على ظهرنا كان يحطب كان فرط عاد فيه كاتورا يقدمان غايا نطرحا لمليو غديت قرسيف نشسي ختيوالنا غاش متيني تشسي غد ختيوالنو إيوا مانت نتامور تامور تور غنغشاي نتموت هذا الصعيبة تامور تنغ بزاف كات كرفسة المرا كات نتايم دختي وانا غنتصبا ور نتجي أبري دور غنغشاي ور نتجاي نورني دور غنغلا القدر ون تهاش نتقل نتامور تنغ تصعب أنا غنطار وديت تمورت هديت مورت نغلا الحديد غنغلا والو غنغ السبيطار والو كلش ديت مورت نغاي مات موت داد مات ور ودا مات قيم دا كل شيء ده لا السبيطار لا شيء غنغهاش تقل مغيرة ودفلد واشي وندع والي قلت لك حنا ساكنين في هذه البلاصة باردة بزاف والعواد ملي تنبغيو نحتبو عندنا البلاصة بعيدة وما عندنا هنا لا بوطات لا الضو لا والو والمرأة ملي كتبغي تولد هنايا كتحتبها هي واختها غير ما عندهم لا الطريق ديال الحمير باش يحتبو على الحمير غير على ظهرهم غير من داك الجبل الفوق والمهم عندهم تمارة تكرفس انت كتشوفي كيجيبوا هاد الشيء على ظهرهم الطريق باش يرحلوا للقرسيف عندهم 3 أيام ديال الطريق من هنا للقرسيف كيمشيو مع الكسيبه كيبقاو تما ولكن حتى كيضربوا هنا تمارة في الثلج عاد كيهربوا من هنا قلت لك المرأة ملي كتبغي تولد كتولد هنا ما كاين غير كيطيح الثلج ما كاين لا الطريق لا والو ما كيفتحوا الطريق على 15 يوم على 8 ايام هذا هو اللي كاين هاد الشيء مناش كتشكي هي فيهم القش ديالهم هنا الموانط هنا مثلا البوطه هنا كل شيء المهم هادشي اللي كيحتاجوه في الشرق مع الكسيبه هنا الفراش ديالهم لا دابا هادشي غادي يسترجعوه في الطوموبيل ولكن الكسيبه مشات على رجلهم والمجهور ديال العلف كيعلفوا تما الكسيبه الا ما كايناش الرعيه كيجيبوا العلف كيعلفوا والعيالات اللي كيعزلوا معاهم كيقابلوا معاهم هذه هي حرفتهم عايشاش حنا ساكنين في القهره حنا عايشين في الدل هاد الولد هذا اللي مات لوسي 8 أيام وهو لهيها في الثلج والبرد حنا ما كننعسوا لا بالليل وانا بالنهار المراه هنايا ما عايشاش كينوضوا الصباح مع الفجر كيديروا الغلايه كيمشيو يحطبوا كنجيبوا الشطب كنوليو للكسيبه ما عندنا حمام ما عندنا حتى حاجه زوينه هنايا انت كتشوفي غير الحجر والكركارو كي الرجال كي نساكي عايشين في الدنيا حنا ماشي في المغرب منسيين منفيين ما عايشينش الدراري ما كيقراوش المراه منين تبغي تولد راها كتموت شحال من وحده داوها منا في الكشه باش يوصلوها للسبيطار الدراري ما كيقراوش ملي كتكون الثلج والشتاء كتكون عندهم القطره ما المهم حنا ما كاينينش في المغرب حنا ما كاينينش في المغرب ما وقتاش ما جا الزواج عند المراه كتزوج واش تقرا فين غادي نمشيو نديو هاد القرا فين غادي نديو الا يقريو لك عام عامين غادي يقولوا لك دبري لبنتك هاد البنت دابا هادي كتقرا منا العام الجاي خصها تنقل فين غادي نردوهم فين والو خصها تخرج تمشي تحطب ولا تسقيع الحمار حاشاكو ما حتى الماء ما كاينش حتى في الواد دابا راكو صبتو الماء دابا منا اللي راه ما تصيبهش غادي نشكروا السلطات المحليه نشكروا الشعب
صحاب الدوار اللي قلبوا علينا على لوسي حتى جبروه ما خاصه منه حتى حاجه. وكنشكر الشعب المغربي اللي مضامن معانا، كنشكر الصحافه اللي كتجي حتى العين المكان، كنشكر العميل اللي جا حتى العين المكان، وكنطلب كنشكر رئيس الدائره والقائد والشيخ والمقدم، وكنطلب من سيدنا يعفو علينا منه. الله ينصر سيدنا. هذا الشيء اللي غادي وتوصلوا الرساله لمساعدات الدوله. الله يبارك فيك ويجزيك بخير. هذا السيد هذا اللي مات في التولوج ولد اختي، وثمان ايام وهو في 16 يوم ما بين الليل والنهار وهو في التولوج الفوق، ويتيمه وما عندهمش. حتى انا يتيمه ما عنديش، راني غير في يد اختي عايشه. تيحلي ثلج الدار ديال با، بقيت مرميه ونساد خوتي ما حملونيش، وخوتي واخا حملوني خوتي وما حملونيش. طلب الله بالمخزن خصكم تعفو علينا، تعاوننا، تعاونوا هاد الدولة، هاد المساكين هذا. واخا المرشحين كاينين ما داروا والو، واخا الرئيس كاين ما دار والو، الشيخ والمقدم واخا يهضروا ما يسمعوا لهم حد. شوف اختي الى هداك الله، وصلوا الرسالة لسيدنا الله يعزو ويعز المسلمين الجميع، ويعز السيد العامل اللي جا حتى لهنا، ويعز حتى سعادة القائد، ويعز صورته كله. الله يرحم الوالدين، وصلوا الرسالة ديالنا لسيدنا يعفو على هاد موالين البلاد، لا المدارس لا الطريق لا حتى حاجة. إلا شافوا شي بلاصة باش يصلحوا بهم يردوا لهم تمايا. هو بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ولد خويا هاد السيد اللي مات اللي توفى رحمه الله. ثانيا كنشكروا هاد الصحافة اللي جاو لهاد البلاد هادي لهاد البلاد الأرض السعيدة. وثانيا الله ينصر سيدنا. سيدنا راه دار واحد الخطاب ما كيتحملش المسؤولية في هاد الشيء، كتحملو الحكومة ديال سعد الدين العثماني. من سعد الدين العثماني الوزير النقل اللي ميك على هاد البلاد. وزير النقل، وزير التعليم، وزير التعليم، وزير الصحة. واش هاد الناس ماشي مغاربة؟ واش هاد الناس ماشي مغاربة؟